We are sorry about what happened yesterday. يبدي نفس الأحاسيس والتعزيات للحادث الذي تم أمس، ونتمنى بالنسبة للمصابين أن يكون لهم عودة سريعة وشفاء عاجل. بالنسبة للمباراة إن شاء الله بيقول أن الفريقين فريقين جيدين، وكان لدينا مدة 6 أيام من الراحة بعد المباراة الأخيرة، نستعد من أجل المباراة القادمة إن شاء الله، فجميعنا متشوقين للمباراة غدا ومستعدين لهذه المباراة. هم لعبوا ماتش كويس جدا قدام الجزائر، واحنا اتفرجنا على الماتش. هم فريق كويس وعندهم لعيبه كويسه وبيلعبوا في مستويات عاليه في اوروبا. الجزائر ما كانتش في احسن حالاتها في البطوله، كل الناس تقدر تقول كده، مش حاجه يعني، ما بقولش حاجه ان انا بهاجمهم، ما بهاجمش حد، بس ما كانوش في افضل فرقه ليهم في البطوله، افضل فتره ليهم في البطوله. ف كودي فار قدرت تصعد من المجموعه اول، واحنا ان شاء الله مستعدين لماتش بكره وكل الناس متحمسه يعني. انا مبسوط مع اللعيبه 100%، علاقتي باللعيبه كويسه جدا، وما افتكرش ان في حد اتكلم عليا كلمه وحشه، وانا اتكلمت على حد كلمه وحشه في الملعب. بحاول اساعد اللعيبه على قد ما اقدر بالخبرات اللي كسبتها بره او جوه، بحاول ادي كل حاجه للمنتخب على قد ما اقدر، بس بحس ان في ناس شويه مستنية أي حاجة عشان تتكلم على صلاح أو على لعيبة تانية. للأسف اللي احنا عايشين عصر السوشيال ميديا، كل ما بتكبر شوية الجماهيرية بتاعة المنتخب ما بقتش موجودة زي الأول. الناس بقت بتشجع الأندية، اللعيبة بقت بتشجع آسف، الجمهور بيشجع اللعيبة وبيشجع الأندية، ودي حاجة ما كانتش موجودة الأول. حاجة قسمت المنتخب، قسمت الكرة المصرية عامة. بقى دلوقتي بتشوف صفحات معمولة بس عشان تدافع عن لعيبة أو عشان تدافع عن أندية، وهم فاكرينها حاجة كويسة. هي مش كويسة. أنت ممكن ما تضرش صلاح عشان أنا مريت بالحاجات دي، بس لعيبة تانية لسه جاية صغيرة، ده كله هيضرها، ده كله بيخلي اللعيب نفسه مركز على نفسه بس وخلاص. أنا ما بجيش هنا عشان أتهم حد بحاجة، ولا أخلي ناس تتكلم بعد المؤتمر الصحفي تقعد بص صلاح بيقول إيه ما بيقولش إيه. نصيحة ليا، لو انتوا شايفين ان انا واحد نجحت بره في الاحتراف، خليك ورا منتخب مصر، ما تشجعش لعيب بعينه، ما تشجعش فريق بعينه، ما تشجعش يعني بتوع الاهلي ما تشجعوش الاهلي ويفضلوا يتكلموا على لعيب واحد مدى البطولة، بتوع الزمالك ما تشجعوش الزمالك، نفس الكلام. لو حد بيحب صلاح ما تكلمش على صلاح مدى البطولة، اتكلم على منتخب مصر. انت بتلعب باسم الناس هنا، بتلعب باسم مصر، ما ينفعش تقسم اللعيبه بينهم وبين بعض، يبقى كل همك انك تطلع تتكلم على بص هتروحوا عامله ازاي على لعيب واحد. احنا منتخب مصر، عشان المنتخب يكسب لازم اللعيبه يبقى واصل لها الاحساس ان الجماهير كلها اللي وراها ما بيدورش ان يطلع اللعيب بتاعه كويس وخلاص. انت ده كله مش هيأثر فيا، انا مريت بحاجات كتيره وفي المنتخب بقى لي 10 سنين. في ناس تانية ما مرتش بده، في ناس تانية لسه جايه جديده وصغيره، ودول ان شاء الله المستقبل. فانا نصيحتي للناس، وما تاخدوش كلامي ان انا بهاجم حد، انا بهاجمش حد، ما عنديش مصلحه ان انا هاجم حد اصلا. خليكم ورا المنتخب، شجعوا المنتخب، خلوا في جمهور تاني للمنتخب زي زمان، خلوا اللعيبه تبقى متحمسه ان هي تيجي، عشان ده بيخلي اللعيب اصلا جاي اللي هو لا ما خدونيش. في صفحات تانيه تطلع تهاجم المنتخب، في صفحات هيطلعوا يتكلموا بناء عليا، ده مش لمصلحه اللعيب. ده لو انت بتحب مصر وبتحب منتخب مصر لازم تشجع المنتخب، وما تشجعش لعيب بعينه، عشان انت بتدي قوه للعيب او بتدي له حاجه ان هو مش فارق معاه اي حاجه، وحاسس ان هو مهم عن المنتخب. ما فيش حد اهم من المنتخب، لا انا ولا غيري ولا اي نادي اصلا مهم اهم من المنتخب. لما نيجي كلنا المنتخب يبقى انت بتشجع المنتخب بس، والناس اللي قاعده في الاستديوهات هناك يا ريت كلنا نتكلم عن المنتخب، ما نتكلمش على فرد او اتنين، ما حدش يتكلم على فرد او اتنين. انا ممكن ما بتابعش، بس انا متاكد ان في لعيبه صغيره بتتابع، فانت بتاثر في كل واحد فيهم. فيا ريت يا جماعه الناس اللي في مصر نشجع المنتخب ايا كانت الظروف، كويسين وحشين، نمشي ورا المنتخب لحد ما البطوله ما تخلص، وبعدين يبقى اتكلم على واحد واحد. معظم اللعيبه دلوقتي ما لعبتش بطوله افريقيا المره اللي فاتت، فانت ليه دايس في الناس كلها؟ خلي الناس تفرح وخلي الناس تتبسط بعد المكسب المره اللي فاتت، ويدوهم حافز بدل ما تفضل ده كان كويس، ده كان وحش، ده كان كويس، ده كام، مش هنكسب حاجه. عايز المنتخب يكسب، الناس كلها تبقى مع بعض. I think we cannot get our revenge before we win the game tomorrow. So نحن لا نستطيع الآن التحدث عن الثأر قبل عبور مباراة غدا.
كذلك منها بأن نلعب مباراة أخرى، وكذلك الكاميرون هي عليه أن يلعب مباراة أخرى. ومن الصعب الآن أن نتحدث عن مواجهة ستكون بيننا وبين الكاميرون قبل عبور مباراة أمس، فكلنا متشوقون بغرض أن احنا نفوز في مباراة غدا. كل اللاعبين يريدون المشاركة، وكلنا نعرف ونسعى أن نبذل أفضل شيء من أجل الفوز ومن أجل الفوز غدا إن شاء الله. بالنسبة لمستوى المنافسة، بيقول أن أي فريق هنا واضح أن أي فريق يمكن أن يفوز على المنافس، فلم توجد أو لم نستطيع أن نذكر أنه يوجد فرق صغيرة أو فرق كبيرة، كلهم قريبين من المستوى. أمس كان مثال جيد مباراة الكاميرون، كانت تلعب مباراة صعبة رغم صعوبة الموقف بالنسبة للفريق المنافس، واستطاعوا الفوز بعد عناء في المباراة رغم حدوث الطرد وكذلك نقص الحارس. بالنسبة للسؤال الثاني، طبعا كان بيسألوا لو هو بيسعى للفوز بحاجة بالنسبة لمنتخب مصر أو أي ألقاب، واللاعب طبعا أكد أن هو يريد الفوز بأي شيء بالنسبة للمنتخب، وسيكون هذا اللقب هو الأقرب إلى قلبه، وكذلك سيكون بالنسبة له لقب مختلف. فمن قبل حاولنا أن نسعى للفوز بهذه البطولة وأعطينا كل شيء، ولكن في مباراة النهائي لم نستطيع الفوز. فمن هذا نعد الجميع بأننا غدا نعطي كل شيء، كذلك كل اللاعبين جاهزين لبذل أكثر جهد وأكثر مجهود عندهم من أجل هذا الفوز غدا إن شاء الله. ده بقى محمد صلاح في المؤتمر الصحفي، ده نفس الكلام اللي كنت بقوله، ده نفس الكلام اللي كنت بقوله بقالي كام يوم وبقالي شهور، نفس النظرية بتاعت صلاح. قال شجع دلوقتي، خليك داعم دلوقتي، وأما البطولة تخلص حاسب لعيب لعيب. نفس الكلام اللي كنت بقوله. دلوقتي في وقت تطلب فيه الاوردر، تخش المطعم تعمل الاوردر، وفي وقت تاكل، وفي وقت تحاسب. هي الكوره كده، في وقت المدير الفني يشتغل ندعمه، وفي بطوله نبقى في ظهرها، وبعد البطوله الحساب الدنيا مش هتطير، الحساب مش هيطير، حساب الثانيه بثانيه ده مش هيوصلك في الاخر لحاجه.